يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول الحلقه السادسه والخمسون بعد المئتين يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه, ماء الحياة. يا, يا امام, إمام. شوقي, شوقي اليك شوق الحنين, الحنين. وعطشي وعطش اليك, إليك. عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه, ماء الحياة. يا امام يا طريق الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا الى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات الطريق فارغه سألتحف الفراغ وغربة الأيام هم تضحك أيامي وأشوفنك هم تضحك أيامي وأشوف أنك. لو حزن أسود يظل طول الطريق الدرب موحش يا إمام موحش موحش يا إمام الدرب موحش يا إمام, موحش يا إمام لا صديج ولا رفيق سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على امل ان تعود ونلتقي الى متى الى متى احار فيك يا مولاي والى متى واي خطاب اصف فيك واي نجوى عزيز, عزيز, علي, عزيز, علي, عزيز علي, علي يا امام عزيز, عزيز, علي, عزيز علي, علي عزيز علي ان اجاب دونك وانا عزيز علي ان ابكيك ويخذلك وراء عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى عنواننا الذي بدات حديثي تحت يافطته منذ الحلقه الماضيه المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. خلاصة ما حدثتكم به في الحلقة الماضية شيعة للحجة ابن الحسن صلوات الله عليه يفترض ان يكونوا موجودين على هذه الارض وان كنا لا نرى لهم عينا ولا اثرا في واقعنا الشيعي ومر الحديث في مثل هذه الموضوعات على أي حال شيعة للحجة ابن الحسن صلوات الله عليه يفترض أن يكونوا موجودين يحكم فيهم العقل الزهرائي الذي منابعه مزدوجه ما بين مفردات الغدير الاول ومفردات الغدير الثاني ونتاج الامر مسار التعظيم للمشروع المهدوي وشيعه لمراجع حوزه الطوسي انهم شيعه المراجع المرجئه المراجع البتريه المراجع المقصره فمراجع حوزة الطوسي منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف سنة 448 وثمانية وأربعين للهجرة وإلى هذه اللحظة مرجئيون بتريون مقصرون واقعهم كتبهم منهجهم يحدث عن ذلك بوضوح على الاقل من وجهه نظري فانا اتحدث عن الذي اعتقده ولا شان لي بالاخرين وما يعتقدون بخصوصهم بخصوص المراجع الطوسيين شيعه لهؤلاء المراجع يحكم فيهم العقل السقيفي، والعقل السقيفي هو الآخر مزدوج في منابعه فمفردات من سقيفة بني ساعدة ومفردات من سقيفة بني طوسي ونتاج الأمر التقزيم للمشروع المهدوي من هنا جاء العنوان المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم ما بين التعظيم الزهرائي نسبة إلى العقل الزهرائي والتقزيم السقيفي نسبة إلى العقل السقيفي هذا الكلام مر علينا بتفاصيله في الحلقة الماضية وهذا الذي ذكرته لكم هو موجزه هو خلاصته نذهب إلى فاصل عن ابن أُذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه. قال أبي الباقر صلوات الله عليه. قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال لي ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه انك لو رايت السفياني رايت اخبث الناس اشقر احمر ازرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه انه يدفن, يدفن ام ولد, ولد له, له وهي حية مخافة, مخافة ان تدل, تدل عليه علي سورة الجمعة الكتاب الذي بين يدي هو المجلد الثامن من البرهان انه جامع الاحاديث التفسيريه لسيد هاشم البحراني رحمه الله عليه الطبعه طبعه مؤسسه الاعلم بيروت لبنان الطبعه الثانيه 2006 ميلادي مثل ما قلت لكم انه المجلد الثامن الصفحة الخامسة بعض الاحاديث في فضل سورة الجمعة الحديث الاول وقد نقله هاشم البحراني عن كتاب ثواب الأعمال للصدوق بسنده بسند الصدوق عن منصور بن حازم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الواجب على كل مؤمن اذا كان لنا شيعه الواجب انه واجب عقائدي الواجب العقائدي اعلى رتبه من الواجب الطقوسي من الواجب الفتوائي الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل كعمل رسول الله وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنة لا أعلق كثيرا لأنني أريد أن انتفع من الوقت سأقرأ عليكم هذه الروايات هذه الاحاديث وبعد ذلك اعلق تعليقا مقتضبا لكنني اعيد قراءه هذه الروايه. اتمنى ان تلتفتوا الى كلام امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الامام هكذا يقول الواجب على كل مؤمن اذا كان لنا شيعه انما قلت هو واجب عقائدي لان الامام ربط الموضوع بالتشيع لهم والتشيع لهم عقيده ليس طقسا من الطقوس الفتوائيه التشيع لهم هو اساس الدين هو حقيقه ديننا الامام هكذا يقول الواجب على كل مؤمن اذا كان لنا شيعه هناك قضيه عقائديه القضيه ما هي بطقوسيه القضيه ليست مرتبطه بتلاوه سوره الجمعه بما هي سوره بما هي تلاوه هناك شيء وراء هذه القراءه هناك شيء وراء هذه التلاوه سيتضح الامر شيئا فشيئا لكنني اتمنى عليكم ان تلتفتوا الى مضامين هذه الاحاديث وان تاخذوا بنظر الاعتبار من ان اهتمام الائمه هنا ليس الى طقس القراءه موجه وإنما يتوجه اهتمامهم إلى ما وراء هذه الطقوس الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة أن يقرأ في ليلة الجمعة في صلواته في صلواته الواجبة بالدرجة الأولى وفي صلواته المندوبة بالدرجة الثانية الحديث يتوجه إلى الصلوات الواجبة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وفي صلاة الظهر في يوم الجمعة وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل كعمل رسول الله ما هو عمل رسول الله؟ عمل رسول الله سيتضح لنا عمل رسول الله هو عمل رجل الدين الانسان وعمل رجل الدين الانسان هو بناء وتكوين المجتمع الانسان من خلال صناعه الفرد الانسان هذا هو عمل رسول الله القضيه ليست مخصوصه بطقس التلاوه الامر فيما وراء ذلك سوره الجمعه تشتمل على خارطه واضحه جدا فهناك رجل الدين الانسان وهناك رجل الدين الحمار. رجل الدين الانسان هو الذي يقوم ببناء وتكوين المجتمع الانسان من خلال صناعه الفرد الانسان. اما رجل الدين الحمار فانه يقوم ببناء وتكوين المجتمع الحمار من خلال صناعه الفرد الحمار اتحدث عن البشر الحمير اتحدث عن هؤلاء فامامنا الصادق حينما يقول الواجب على كل مؤمن اذا كان لنا شيعه ان يقرا في ليله الجمعه بالجمعه وسبح اسم ربك الاعلى وفي صلاه الظهر بالجمعه والمنافقين فاذا فعل ذلك اذا فعل ذلك بشكل كامل صحيح كما يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الا لا خير في قراءه ليس فيها تدبر الا لا خير في عباده ليس فيها تفكر فهنا امامنا الصادق حينما يقول هكذا: الواجب على كل مؤمن اذا كان لنا شيعه ان يقرأ في ليله الجمعه بالجمعه وسبح اسم ربك الاعلى انها قراءه في عباده القراءه لن تكون قراءه كما يريدها الصادق الا بالتدبر والعبادة لن تكون عبادة كما يريدها الصادق إلا بالتفكر ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر هذا هو المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي على هذا بايعنا بايعنا الله وبايعنا محمدا وبايعنا عليا على هذا ان نلتزم بقواعد المنطق العلوي فإذا فعل ذلك من انه قرأ في صلواته في ليله الجمعه وفي يوم الجمعه فاذا فعل ذلك فكانما يعمل كعمل رسول الله عمل رسول الله تبينه لنا سوره الجمعه سناتي عليه الحديث الثاني نقله البحراني عن الكليني عن الكاف الشريف بسنده بسند الكليني عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين أكرمهم اكرمهم في اي جهه في جهه رجل الدين الانسان فسنها رسول الله بشاره لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين انها سوره المنافقون التي تتحدث بالدرجه الاولى عن رجل الدين الحمار وسوره الجمعه ايضا تحدثت عن ذلك والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها ومن تركها متعمدا فلا صلاه له من ترك الجمعه ومن ترك المنافقين كل هذا ليس اهتماما بالطقس بما هو طقس وانما الاهتمام بالتدبر في مضامين سوره الجمعه وفي مضامين سوره المنافقون اذهب الى الحديث الرابع عن النبي الاعظم صلى الله عليه واله من ادمن قراءتها من ادمن قراءة الجمعه فالنبي يدفعنا باتجاه الادمان على قراءتها من ادمن قراءتها كان له اجر عظيم وامن مما يخاف ويحذر وصرف عنه كل محذور لانه اذا ما تدبر في مضمونها وادرك فحواها تميزت له الامور وشخص الذين يتحركون في الواقع الشيعي ان كانوا من صنف رجل الدين الانسان او كانوا من صنف رجل الدين الحمار. من ادمن قراءتها رسول الله يقول من ادمن قراءه سوره الجمعه كان له اجر عظيم وامن مما يخاف ويحذر وصرف عنه كل محذور وعن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه انه الحديث الخامس في الصفحه الخامسه من المجلد الثامن من البرهان لهاشم البحراني امامنا الصادق صلوات الله عليه يقول من قراها ليلا او نهارا في صباحه ومسائه الامام يدفعنا لان نقراها في كل اوقاتنا لماذا هل القضيه ترتبط بالقراءه بما هي قراءه او ان القضيه ترتبط بطقس معين بما هو طقس لماذا يريد منا رسول الله ان ندمن على قراءتها ولماذا يريد منا امامنا الصادق ان نقراها ليلا او نهارا في صباحنا او مسائنا من قراها ليلا او نهارا في صباحه ومسائه أمن من وسوسة الشيطان إنه رجل الدين الحمار أمن من وسوسة الشيطان أبرز وكلاء الشيطان أبرز نواب الشيطان رجل الدين الحمار من قرأها ليلا أو نهارا من قرأ سورة الجمعة يقول الصادق إمامنا الصادق صلوات الله عليه من قرأها ليلا أو نهارا في صباحه ومسائه أمن من وسوسة الشيطان وغفر له ما يأتي في ذلك اليوم الى اليوم الثاني الى غير ذلك من الاحاديث التي وردت عنهم في فضل سوره الجمعه وفي اهميه قراءه سوره الجمعه ان كان ذلك في الصلوات الواجبه او المندوبه ان كان ذلك على سبيل الادمان في كل زمان او مكان ان كان ذلك في ليلنا او نهارنا في صباحنا او مسائنا لماذا كل هذا التاكيد على قراءه سوره الجمعه فهل يريدون منا ان نقراها وان نمر عليها تلاوه وقراءه ام انهم يريدون منا ان ندرك مضمونها قطعا حكمه الائمه لا يمكن ان تدفعنا لان نقرا السوره لاجل ان نقراها فقط حكمه الائمه تدفعنا بهذه القوه الى الحد الذي يقول امامنا الصادق الواجب على كل مؤمن اذا كان لنا شيعه ان يقرا الى اخر الروايه التي قراتها عليكم حكمتهم تدفعنا لاجل ان نتدبر فيها ان نتفكر فيها ان ندرك فحواها العاقل حينما يرى ان محمدا وال محمد هكذا يدفعوننا بهذه القوه وبهذا الزخم باتجاه قراءه سوره الجمعه عليه ان يعود الى سوره الجمعه كي يتدبر فيها كي يتفكر فيها حينئذ سيدرك الحكمه من كل هذا الدفع من كل هذا التوجيه والاهتمام لان سورة الجمعة رسمت لنا بشكل واضح الخارطة الإجمالية لواقع رجال الدين في هذه الأمة في الأمة التي تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هناك رجل الدين الانسان وهناك رجل الدين الحمار وللاسف فان الذين تسلطوا علينا بعد رسول الله هم من فئه رجل الدين الحمار والذين تسلطوا على الشيعه منذ بدايه الغيبه الكبرى هم من فئه رجل الدين الحمار لذا فانكم تجدون تشابها كبيرا وتطابقا واضحا بين سقيفه بني ساعده وسقيفة بني طوسي لأن الذين تسلطوا على الأمة من بعد رسول الله ومن بعد السفير الرابع حينما بدأت الغيبة الطويلة الغيبة الكبرى الذين تسلطوا علينا هم من هذه الفئه من فئه رجل الدين الحمار سوره الجمعه رسمت لنا هذه الخارطه الواضحه قطعا في خطوطها الاجماليه نذهب الى فاصل عن زائدة, زائدة بن قدامة, قدامة. عن عبد الكريم. قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله, الله وسلامه الله عليه القائم. فقال أن, إن يكون, يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات او هلك في اي واد سلك فقلت وما استداره الفلك فقال اختلاف الشيعه بينهم وعن جابر الجعفي عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه, وسلامه عليه, عليه يخاطب, يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة, فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدون ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء وينادي مناد من السماء وعن امامنا الباقر ايضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الامر فقال, فقال ان يكون, يكون ذلك يا جابر ولما تكثر, تكثر القتلى بين الحيره والكوفه في الايه الثانيه بعد البسمله من سوره الجمعه حديث عن رجل الدين الانسان هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم من الاجيال اللاحقه هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكّيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما لما بمعنى لم لم يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم الحديث هنا عن رجل الدين الانسان عمله تكوين المجتمع الانسان بناء المجتمع الانسان الايه تتحدث بالاجمال يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه برنامج لبناء وتكوين المجتمع الانسان عبر صناعه الفرد الانسان فهذا برنامج لصناعه الفرد الانسان ومن مجموع الافراد الذين سيصنعون عبر هذا البرنامج عبر برنامج صناعه الفرد الانسان سيتكون المجتمع الانسان والذي يحكمه العقل الزهرائي انني اتحدث عن ديني محمد واهل محمد. اتحدث عن دين له قيمة وذلك دين القيمه مثل ما جاء في سوره البينه من هنا فانني وصفت العقل في هذا الدين بالعقل الزهرائي لأن العقل سيكون مرتبطا بقواعد قيمة الدين وذلك دين القيمة مر الحديث عن أن المفردات التي تشكل اسس في تكوين هذا العقل رضا فاطمه وغضب فاطمه الذي هو رضا الله وغضب الله وما بين هذا وهذا ما بين الرضا والغضب تتشكل القواعد والقوانين والسنن والمفاهيم ومن هنا تبدا منابع معارف الدين وذلك هو العقل الزهرائي هذا العنوان يلخص كل تلك التفاصيل فهذا رجل الدين الانسان ما هو عمله مرت علينا الروايه قبل قليل من أن الذي يواظب على قراءة سورة الجمعة في عباداته وفي أوقاته في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة ماذا قال إمامنا الصادق فإنه يعملُ كعمل رسول الله عمل رسول الله هو هذا يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه هذا هو عمل رسول الله ومن هنا فانني قلت من ان توجيه الائمه توجيه الأئمة لشيعتهم باتجاه سورة الجمعة بهذا الحث الأكيد وبهذا الدفع الشديد لا لأجل القراءة بما هي قراءة وإنما لأجل أن يصلوا إلى مضمونها أن يدركوا فقهها وفقهها هو هذا انا لا اجعل فقه سوره الجمعه منحصرا في هذا لكنني اشير الى ان من اهم وجوه فقهها هو هذا الوجه الحديث عن رجل الدين الانسان وعن رجل الدين الحمار وكل مشكلتنا في الواقع الشيعي هي هذه ابتلينا برجل الدين الحمار منذ بدايه الغيبه الكبرى والى الان انني اتحدث عن البشر الحمير لا اتحدث عن الحيوانات الحمير اتحدث عن البشر الحمار لا عن الحيوان الحمار لو لم يكونوا حميرا لماذا تركوا عقيده ال محمد من ان الدين له اصل واحد هو الامام وذهبوا الى منظومه اصول الدين عند الاشاعره والمعتزله لو لم يكونوا حميرا لماذا فعلوا هذا لو لم يكونوا حميرا لماذا تركوا تفسير علي وال علي الذي بايعنا عليه في بيعه الغدير وفسروا القران بحسب المنهج العمري لو لم يكونوا حميرا لماذا تركوا قواعد التفهيم العلوي في استنباط الاحكام والفتاوى وذهبوا يستنبطون الاحكام وفقا لمنهج الشافعي لو لم يكونوا حميرا لماذا أنكروا أكثر من تسعين بالمئة من أحاديث أهل البيت التي معالم صدقها واضحة تلوح في كل حرف من حروفها لكنهم لا بصيرة لهم لا فقه عندهم والذي لا بصيره عنده ولا فقه له ولا عقل يرشده الى امام زمانه ماذا اصفه احسن وصف مادح له ان يكون بشرا حمارا وهذا هو واقع مراجع حوزه الطوسي منذ بدايه تاسيسها والى يومنا هذا فالايه تتحدث هنا عن رجل الدين الانسان عمله بناء وتكوين المجتمع الانسان من خلال صناعه الفرد الانسان وهنا يتكون العقل الزهرائي الذي يكون حاكما على مفاصل المجتمع الانسان ويكون حاكما في شؤون الفرد الانسان الجانب الاخر في الايه الخامسه بعد البسمله من سوره الجمعه مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها وهذا مثل لامتنا هذا مثل للشيعه قبل غيرهم فالقران لم يكن مبعوثا لبني اسرائيل بنو اسرائيل مطالبون ان يتمسكوا بالقران ولكن بالدرجه الاولى الذين يطالبون بالتمسك بالقران هم الذين يدعون انهم يتمسكون بحديث الثقلين حديث الثقلين انهما الكتاب والعتره هؤلاء هم الذين يقولون نحن شيعة للحجة ابن الحسن فهذه الأمثال موجهة إليهم وآيات الكتاب كما يصفها إمامنا السجاد من أنها خزائن هذه الخزائن بحاجة إلى أن تفتح والمفتاح توفيق صاحب الأمر إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لزرارته والحديث في الجزء الأول من الكاف الشريف ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه هذا مفتاح لكل شيء ومفتاحه وباب الأشياء هذا مفتاح يفتح باب الأشياء فهو مفتاح لكل شيء الباقر هو الذي يقول ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته فهذه الآيات خزائن وهي بحاجة إلى أن تفتح ومفتاحها التوفيق ومصدره إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مثل الذين حُملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها لم يفقهوها لم يعوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار الحيوان وهو ينقل الكتب على ظهره وهو لا يفقه منها شيئا لا يلام بل يمدح لأنه يؤدي عمله بشكل صحيح. وانما الحمار الحمار هو البشر الحمار انه المرجع الاعلى المرجع الاعلى انه الفقيه المحقق انه ايه الله العظمى هذه الاوصاف التي يطلقها الشيعه على هؤلاء البشر الحمير مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله هؤلاء هم مراجع النجف حينما نفسر آيات القرآن بأحاديث العترة يكذبون هذا التفسير هذا على مستوى الآيات التدوينية أما على مستوى الآيات التكوينية وهم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم فإنهم ينكرون مقاماتهم الغيبيه ينكرون كل الاحاديث التي تتناول اسرار معارفهم وثقافتهم ما هو منهج حوزه الطوسي هكذا ينتج لنا وقد انتج ما انتج من الضلال والسفاهه والتفاهه منذ سنة 448 وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا ورثناها من رجل دين حمار وانتقلت إلى رجل دين حمار ولا زالت السلسلة مستمرة إلى يومنا هذا أتحدث. عن الانسان الحمار عن البشر الحمار لا اتحدث عن الحيوان الحمار انهم البشر الحمير مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين هذه هي الحكمة الواضحة والجلية من حث الائمه ومن دفع الائمه لشيعتهم كي يدمنوا قراءه سوره الجمعه كي يصلوا الى هذه الحقيقه كي يعرفوا من ان واقع ديننا سيكون محكوما بين اتجاهين بين رجل الدين الانسان ورجل الدين الحمار والكلام هو هو الذي مر في الحلقه الماضيه العقل الزهرائي الذي يقودنا الى تعظيم المشروع المهدوي هذه جهه رجل الدين الانسان والعقل السقيفي يقودنا الى تقزيم المشروع المهدوي وهذه جهه يقف فيها رجل الدين الحمار اذا عندنا هذه العناوين عندنا رجل الدين الانسان وعندنا العقل الزهرائي وعندنا تعظيم المشروع المهدوي هذه جهه والجهه الاخرى رجل الدين الحمار العقل السقيفي تقزيم المشروع المهدوي. هذه المفردات مفردات مهمة عليكم أن تحفظوها إذا أردتم أن تنتفعوا من الموضوع الذي طرح وسيستمر طرحه في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى وعليكم أن تزنوا ما تقدم ذكره في مجموعة الحلقات المختصة بإسحاق الفياض أن تزنوا ما قاله هذا الرجل عبر هذه الموازين. وأن تصنفوا عقائده وفتاواه والتي هي هي عقائد السيستاني وفتاواه. وهي هي عقائد سائر مراجع حوزة النجف وكربلاء والفتاوى هي هي فتاواهم. أن تزنوا ما تقدم ذكره. في تلكم الحلقات بهذه الموازين ان تصنفوا ما عرضته انا وما عرضه اسحاق الفياض ما عرضته حوزه النجف عبره اسحاق الفياض في عقائده وفتاواه صنفوا صنفوا التفاصيل وصنفوا كل شيء تقرؤونه في كتب مراجع حوزة النجف وكربلاء صنفوا ما تشاهدونه وما تستمعون إليه عبر فضائيات السيستاني الشيرازي وغيرهما صنفوا ما تقرؤون صنفوا ما تشاهدون صنفوا ما تستمعون اليه وفقا لهذه المصطلحات من هنا فان المصطلحات هذه مهمه جدا عليكم ان تحفظوها وان تدركوا مضمونها واتمنى عليكم ان تشاهد الإعادات أيضا كي تستطيع أن تدرك فحوى هذه المطالب العميقة والدقيقة في الوقت نفسه نذهب إلى فاصل عن الهيثم بن واق. عن مقرر قال: سمعت ابا عبد الله امامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكوائي الى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال يا امير المؤمنين وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم فقال نحن على الاعراف نعرف انصارنا بسيماهم ونحن الاعراف الذي لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا ونحن الاعراف يعرفنا الله عز وجل, عز وجل يوم القيامة على الصراط فلا يدخل الجنة, الجنة إلا من عرفنا وعرفناه, وعرفناه ولا يدخل النار إلا من, من أنكرنا, أنكرنا وأنكرناه إن الله تبارك وتعالى لو شاء, لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى من فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع ساخذكم في جوله سريعه بين ايات الكتاب الكريم اعرض لكم صورتين اعرض لكم صوره عن برنامج صناعه الفرد الانسان وكذلك ساعرض لكم صوره عن برنامج صناعه الفرد الحمار اتحدث عن البشر الحمار عن البشر الحمير سابدا بالصوره الاولى انها الصوره اللوحه التي تحدثنا عن برنامج صناعه الفرد الانسان وتلك هي وظيفه رجل الدين الانسان قطعا سيكون الحديث حديثا مجملا لان التفصيل ساحتاج فيه الى عده حلقات سابدا معكم فيما يرتبط بصناعه الفرد الانسان من سوره طه الآية الثامنة والثلاثون بعد البسملة وكذلك الآية التي بعدها والخطاب إلى موسى النبي إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت التابوت الصندوق الذي يغلق له بوابه اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل برنامج مرسوم مصنوع اذ اوحينا الى امك ما يوحى بدايه البرنامج من هنا اذ اوحينا الى امك ما يوحى وموسى من شيعتهم من شيعه محمد وال محمد اذ اوحينا الى امك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين من أجمل التعابير. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني إنني أراقب صناعتك في كل دقائقها تحت رعايتي فيا ايها الفرد الانسان المصنوع انني اراقب كل شيء الخطاب لموسى النبي لكن الخطاب ينطبق على غيره ايضا من اشياع علي وال علي فموسى من اشياعهم وموسى قطره من قطرات النبوه التي تقاطرت نور محمد صلى الله عليه واله واولئك هم شيعه محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين تلاحظون برنامجا متكاملا في كل الاتجاهات في الجانب التكويني في الجانب الاجتماعي في الجانب النفسي في كل الاتجاهات فضلا عن الجانب العقائدي عن الجانب الديني اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني ومن موسى عنوان للرجال من اشياع علي وال علي إلى مريم عنوان للنساء من أشياع علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى سورة آل عمران وإلى الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة في سياق قصة آل عمران وقصة ولادة أم مريم بمريم أذهب إلى موطن الحاجة في الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة من سوره ال عمران فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا هذه صناعه الفرد الانسان فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وزكريا هنا مصداق من مصادق رجل الدين الانسان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. إنها صناعة الفرد الإنسان. عبرة البرنامج الذي ينفذه رجل الدين الانسان وكفلها زكريا الى اخر ما جاء في الايه الكريمه ومن سوره ال عمران الى سوره البقره والى الايه السابعه والخمسين بعد المئتين بعد البسمله. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. هذه صفحه اخرى من صفحات برنامج صناعه الفرد الانسان في منظومه التشيع لعلي وال علي في منظومه دين الحجه ابن الحسن الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور برنامج صناعه الفرد الانسان عبره رجل الدين الانسان والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إنه برنامج صناعة الفرد الحمار البشر الحمار عبر رجل الدين الحمار والذين كفروا كفروا ببيعة الغدير. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الطاغوت عنوان لرجل الدين الحمار مر علينا في كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الحلقات المتقدمة سيد الأوصياء يوجه حديثه وخطابه لشيعته إذ يقول لهم مخاطبا يا معشر شيعتنا انني اقرا عليكم من تفسير امامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه طبعه ذوي القربى قم المقدسه الطبعه الاولى صفحه 33 رقم الحديث 26 يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا المعتقدين مودتنا اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعداء الاحاديث تفلتت منهم الاحاديث ان يحفظوها واعيتهم السنه ان يعوها فاتخذوا عباد الله خولا انهم طواغيت فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا وما له دولا فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ونازعوا الحق أهله هؤلاء هم الطواغيت إنهم المصنفون تحت هذا العنوان تحت عنوان رجل الدين الحمار والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات هذا برنامج صناعة الفرد الحمار سأعود إليه في الصورة الثانية الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور في سوره ابراهيم في سوره ابراهيم في الايه الخامسه بعد البسمله ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور هذا هو البرنامج بتنفيذ من رجل الدين الانسان الذي هو موسى ولقد ارسلنا موسى باياتنا مر علينا في الايه السابعه والخمسين بعد المئتين بعد البسمله من سوره البقره الله ولي الذين امنوا ما هو البرنامج يخرجهم من الظلمات الى النور ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور هذا هو برنامج صناعه الفرد الانسان عبر رجل الدين الانسان ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله وايام الله ثلاثه يوم القائم ويوم الرجعه ويوم القيامه الكبرى هذا هو برنامج رجل الدين الانسان وهذا يقتضي التعظيم ان نعظم هذه الايام وذكرهم بايام الله انه التعظيم للمشروع المهدوي الذي هو بوابه للرجعه التي هي بوابه للقيامه الكبرى ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور الصبار الشكور هو الذي خاطبته اخر ايه في سوره ال عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمامكم رابطوا إمامكم الحجة ابن الحسن ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور هذه المفردات كل مفرده منها بحاجه الى وقفه طويله ولكنني ماذا اصنع لهذا الوقت الذي يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب التي اريد ان اضعها بين ايديكم ومن سورة ابراهيم إلى سورة المائدة إلى الآية الثالثة بعد البسملة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هذه عملية صناعة الفرد الإنسان عملية اكمال عملية اتمام وهذه بالنسبة لنا لا تتحقق دفعة واحدة لأن الأمر يرتبط بالمعرفة والعقيدة والإيمان سيكون تدريجيا وكل واحد منا بحسبه عمليه اكمال اتمام اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي فبعد ان تكتمل عمليه صناعه الفرد الانسان ورضيت لكم الاسلام دينا رضيت الرضا ياتي دفعه واحده وانما ياتي الرضا دفعه واحده لان عمليه الصناعه قد تمت تدرجت وما مرحله التنزيل وما اعقبها من مرحله التاويل المتدرج شيئا فشيئا الا شرح واضح لهذا الذي اتحدث عنه عن صناعه الفرد الانسان وبنحو تدريجي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت فجاء الرضا دفعه واحده بعد التدرج في الصناعة لأن الصناعة لابد أن تكون متدرجة ابتداء من المواد الأولية وتهيئتها إلى سائر الخطوات اللاحقة والتي تتعقد شيئا فشيئا كلما ارتقينا في الصناعة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا من سوره المائده الى سوره الانعام والى الايه الثانيه والعشرين بعد المئه بعد البسمله او من كان ميتا فاحييناه هذه صناعه الحياه انها صناعه الفرد الانسان او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس هذا هو الذي صار على معرفه بامام زمانه هكذا فسروا لنا قرانهم او من كان ميتا لا يملك معرفه بامام زمانه فاحييناه بمعرفه وعقيده سليمه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس هذا النور نور امامه أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا برنامج صناعة الفرد الحمار والذي يتكفل به رجل الدين الحمار الذي برنامجه تقزيم المشروع المهدوي بالضبط مثلما يفعل المرجع الاعلى في النجف وسائر المراجع من الاموات او من الاحياء المعاصرين للمرجع الاعلى او من الذين سياتون من بعده هناك برنامجان برنامج لصناعه الفرد الانسان او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وهناك برنامج لصناعه الفرد الحمار كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الفرد الحمار هو هذا الذي تتحدث عنه الوثيقة الديخية رجاء عجلوا لنا بها ما اريد اجيب الاسماء واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبه قال توصل اطمئن تركبهم يعني مش بش... يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الاعلام

لا مو اجمالي هذا واقع واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه هذا هو واقع الشيعه الرجل صادق في كلامه واقع الشيعه واقع المجتمع الحمار الذي يتكون من الافراد الحمير الذين قاموا بصنعهم رجال الدين الحمير فرجل الدين الحمار هو الذي يكون المجتمع الحمار وذلك عبر صناعه الفرد الحمار اتحدث عن البشر الحمير أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس هو الذي يرفض هؤلاء المراجع الذين يتخذون من الشيعة حميرا له الذي يرفض هؤلاء المراجع الذين هم من صنف رجل الدين الحمار هو هذا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله كهذا الذي تتحدث عنه الوثيقه الديخيه وهو واقع الشيعه هذا الواقع تجذر وترسخ منذ سنه 448 للهجره حينما اسس الطوسي حوزته المشؤومه في النجف او مَن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها من سوره الانعام اذهب بكم الى سوره الحجرات والى الايه السابعه بعد البسمله واعلموا ان فيكم رسول الله عنوان لرجل الدين الانسان لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم لانهم لا يريدون برنامج صناعه الفرد الانسان هؤلاء هم الذين ذكروا في اوائل سوره الحجرات بعد البسمله يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، هذه الآيات جاءت في أبي بكر وعمر بحسب البخاري بحسب البخاري عودوا الى صحيح البخاري فهذه الايات جاءت في ابي بكر وعمر ان الذين ينادونك من وراء الحجرات هؤلاء هم كبار الصحابه اكثرهم لا يعقلون فهم لا يريدون برنامج صناعه الفرد الانسان واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون لا اريد ان اقف عند تفاصيل هذه الايه اذ ورد في كلمات اهل البيت في تاويل الايه ولكن الله حبب اليكم الايمان الايمان علي مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه واله في يوم الخندق برز الايمان كله الى الشرك كله ولكن الله حبب اليكم الايمان ومر علينا في الحلقه الماضيه قول رسول الله لامير المؤمنين صلى الله عليهما والهما يا علي انت اصل الدين ومنار الايمان وغاية الهدى ومر علينا أيضا ما كتبه إمامنا الصادق في رسالته إلى المفضل ابن عمر وهو يخبره عن الدين وعن أصل الدين من أنه رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان ولكن الله حبب اليكم الايمان علي وزينه في قلوبكم زينه قلوبنا حب علي مثلما يقول رسول الله صلى الله عليه واله زينوا مجالسكم بذكر علي وهاني ازين برنامجي بذكر عليين علي صلوات على علي وعلى ال علي ولكن الله حبب اليكم الايمان انه علي وزينه في قلوبكم وكره اليكم ثلاثا الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون هكذا هم اصطلحوا عليهم من انهم الراشدون وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان انها العناوين الثلاثه للثلاثه اولئك هم الراشدون هذا ما هو كلامي هذا كلام العتره في تاويل قرانهم وهذا جزء من برنامج صناعه الفرد الانسان في حال البراءه من هؤلاء وجزء من صناعه الفرد الحمار في حال ان نركض الى عيونهم الكدره القذره التي نهانا عنها امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون نذهب الى فصل عن ابي حمزه الثمالي قال قلت لابي عبد الله الصادق صلوات الله عليه ان ابا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم قال لي نعم واختلاف ولد العباسي من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء قال ينادي مناد من السماء اول النهار الا ان الحق في علي وشيعته ثم ينادي ابليس لعنه الله في اخر النهار الا ان الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون ومن الحجرات الى الاحزاب الى سوره الاحزاب الى الايه الثالثه والاربعين بعد البسمله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما هذا رسم لبرنامج صناعه الفرد الانسان عبر رجل الدين الانسان نحن يصلي سبحانه وتعالى علينا بعد ان نكون جزءا من برنامج محمد وال محمد هو الذي سبحانه وتعالى يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور مثلما مر علينا في سوره ابراهيم والخطاب لموسى النبي ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ايام الله هي ايام محمد وال محمد هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما هذه هي الثالثه والاربعون بعد البسملة من سوره الاحزاب اذا ما ذهبنا الى السادسه والخمسين بعد البسملة من السوره نفسها من سوره الاحزاب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعد ان نصلي على محمد واهل محمد ونسلم لامرهم فاننا نكون محلا لصلاه الله وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما بعد ان نتمسك بما جاء في هذه الايه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تستمر الايات ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا فهناك صلاه على محمد وال محمد وهناك لعن على اعدائهم الايه السادسه والخمسون بعد البسمله من الاحزاب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الايه التي بعدها وهي السابعه والخمسون بعد البسمله من سوره الاحزاب ان الذين يؤذون الله ورسوله من اذى فاطمه فقد اذاني ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا اعتقد ان الصوره باتت واضحه في خطوطها الاجماليه فيما عرضته لكم من ايات الكتاب الكريم التي تتحدث وفقا لتفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعه الغدير تتحدث تلك الايات عن برنامج صناعه الفرد الانسان عبر رجل الدين الانسان لتكوين المجتمع الانسان كل ذلك تحت سلطه العقل الزهرائي والنتيجه تعظيم وتفخيم وتوقير للمشروع المهدوي الاعظم الذي لاجله امامنا الصادق وهو يتحدث عن صاحب الامر فيقول لو ادركته لو ادرك صاحب الامر لو ادرك القائمه من ال محمد لخدمته ايام حياتي اين تتحقق الخدمه انها تتحقق في خدمه المشروع المهدوي الاعظم فالامام الصادق حينما يتحدث عن خدمه في كل ثانيه من ثواني عمره لو ادركته لخدمته ايام حياتي انه يتحدث عن الهم الاول لامام زماننا الهم الاول لامام زماننا هو تنفيذ المشروع الالهي انه المشروع المهدوي العملاق انه المشروع المهدوي الاعظم هذه الصوره الاولى مثلما وعدتكم من انني ساخذكم في جوله بين ايات الكتاب الكريم كي اضع بين ايديكم صورتين صوره لبرنامج صناعه الفرد الانسان وقد فعلت وعرضت هذه الصوره بين ايديكم من خلال ايات الكتاب الكريم وصوره اخرى هي لبرنامج صناعه الفرد الحمار عبر رجل الدين الحمار عبر العقل السقيفي انه العقل المزدوج بمفردات سقيفه بني ساعده ومفردات سقيفة بني طوسي. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة، مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان اما ان هادمه لا يبنيه. عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل ازقه الكوفه عن بدر ابن الخليل الازدي قال قال امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه ايتان ايتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط ادم عليه السلام الى الارض تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في اخره فقال الرجل يا ابن رسول الله تنكسف الشمس في اخر الشهر والقمر في النصف فقال ابو جعفر الباقر صلوات الله عليه اني لاعلم بما تقول ولكنهما ايتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام في الآية الخامسة بعد المئة من سورة يوسف وفي الآية التي تليها أيضا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون هؤلاء من هم انهم ابناء العقل السقيفي هذه ملامح برنامج صناعه الفرد الحمار عبر رجل الدين الحمار وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون واعظم الايات الايات التي ترتبط بالدين قبل الدنيا واعظمها محمد وال محمد امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول ما لله من ايه هي اكبر مني هو الايه الكبرى وما لله من نبأ هو اعظم مني فهو النبأ الاعظم هو النبأ العظيم فاعظم الانباء واعظم الايات واكبر الحجج محمد وال محمد وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون واذا كان الحديث عن رجل الدين الشيعي فالحجج والبراهين من محمد وال محمد تحوطه من كل جانب وهو ينكرها ينكرها بوسائل جاء بها من اعداء محمد وال محمد يضحك على نفسه ويضحك على الشيعه انه رجل الدين الحمار الذي ينفذ البرنامج الابليسيه في صناعه الفرد الحمار لتكوين المجتمع الحمار هل هناك من مجتمع حمار يكون أوضح صورة مما تتحدث عنه الوثيقة الديخية رجاء أعيد بثها مرة أخرى ما أريد أجيب الأسماء واحد قال لي على شنو مستعجل على شنو مستعجل قلت له أخر بابا ما توصل قال توصل اطمئنا تركبهم يعني مش بش... اشياء آه... يعني... تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل خمس سنين مش جاي اقول لك تركب آه. يعني خلاقه اغاميشيني خلاقه اغاميشيني جيمي يقول لك بكاء حركه فرنسيه فقش ديخ بالعربي فقش والنفس عبارته كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء عرفنا قال تركب مثل ما ركبت لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون هؤلاء هم الحمير انهم البشر الحمير الايه الاخطر التي بعدها وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون هؤلاء هم الحمير يؤمنون بالله وفقا لرجل الدين الحمار الامام الرضا يقول للشيعة من أن الذي يعتقد أن الإرادة من صفات الذات وليست من صفات الأفعال فهو ليس بموحد قد يكون كافرا قد يكون مشركا بحسبه الشيعة يعرضون عن إمامنا الرضا ويتمسكون بما يثبته لهم مراجعهم في كتب علم الكلام من أن الإرادة من صفات الذات وليست من صفات الأفعال المراجع حمير تركوا الامام الرضا تركوا محمدا وال محمد وذهبوا وراء المعتزله وتمسكوا بقول ابي الحسين المعتزلي البصري وهذا واضح في كتبهم العقائديه فالمراجع حمير انتهينا من هذا الشيعه ايضا حمير يعرضون عن عقيدة محمد وأهل محمد ويتمسكون بعقيدة الحمير الذي يتمسك بعقيدة الحمير هو حمار بل هو دون الحمار هذا هو واقع مراجع حوزة النجف يتركون محمدا وأهل محمد ويتمسكون بعقائد المعتزلة المعتزلة هم الذين قالوا من ان الارادة من صفات الذات محمد وال محمد قالوا من ان الارادة من صفات الافعال وقالوا من ان الذي لا يعتقد بهذا فهو ليس بموحد وانتم يا ايها الشيعة على عقيدة مراجعكم ومراجعكم على عقيدة المعتزلة كتبهم التي تدرس في الحوزة كلها تقول بهذا لا يوجد كتاب من كتب علم الكلام التي تدرس في حوزة النجف تقول بغير هذا الكتب التي يدرسونها في الحوزة ويستخرجون عقائدهم منها ويعلمونكم اياها تقول بهذا انها كتب تعلم عقيده الشرك مصداق واضح للايه من مصادق رجل الدين الحمار انه المرجع الاعلى وسائر المراجع لا اتحدث عن المرجع الاعلى في شخص السيستاني فقط اتحدث عن الجميع عن الاموات، عن الاحياء المعاصرين وعن القادمين في الطريق. وكأين من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. الشرك على درجات الشرك على مراتب والكفر كذلك من مراتب الشرك ما قامت به الامه من تنصيب ائمه جعلت الامه من نفسها شريكا لله في تنصيب الائمه فنصب الائمه من قبل الله الامه بعد رسول الله هي التي نصبت الائمه من بعده صلى الله عليه واله فجعلت نفسها شريكا لله في نصب الائمه الشيعة كذلك الشيعة نصبوا المراجع نوابا لصاحب الزمان وهم لا يملكون دليلا على ان هذا الشخص يستحق ان يكون نائبا لصاحب الزمان فالشيعة جعلوا انفسهم شركاء لصاحب الزمان في تنصيب نوابه. الشيعة جميعا يقولون عن السيستاني مثلا وعن غيره من انهم نواب لصاحب الزمان فأنا أقول للشيعة من الذي أخبركم بذلك؟ تستندون الى توقيع اسحاق ابن يعقوب من ان رواه الحديث حجه من قبل الامام بغض النظر عن مناقشه هذا الموضوع لكن السيستانيه والمراجعه الذين تقولون عنهم من انهم نواب لصاحب الزمان استنادا الى هذا التوقيع السيستاني والمراجع لا يعتقدون بصحه هذا الحديث سندا ومتنا فعلى اي اساس نصبتم المراجع نوابا لصاحب الزمان ما انتم حالكم كحال الذين بايعوا في سقيفه بني ساعده بحسب ما يدعون من الشورى من ان الامه وفقا للشورى نصبت الخلفاء من بعد رسول الله فالشيعه جعلوا انفسهم شركاء لصاحب الزمان والذي يجعل نفسه شريكا للامام فهو مشرك بل هو كافر بصريح الايه السابعه والستين بعد البسملة من سوره المائده ومر الكلام فيها في الحلقه الماضيه وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أكثر الذين يقولون إننا نؤمن بالله هم مشركون لأنهم إما أن يكونوا من اتباع سقيفة بني ساعده واما ان يكونوا من اتباع سقيفة بني طوسي. اما سقيفة بني ساعده فامرها واضح. واما سقيفة بني طوسي فعقائدهم بحسب محمد وال محمد عقائد شرك لانهم اخذوا دينهم من الاشاعره والمعتزله واعرضوا عن دين محمد وال محمد وما منظومه اصول الدين الخمسه التي قزموا فيها الامامه وجعلوها فرعا من فروع الدين لانهم جعلوها اصلا من اصول المذهب فالذي ينكرها لا يخرج من الدين قزموا الامامه تحكم عليهم الايه السابعه والستون بعد البسملة من سوره المائده بالكفر يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين القضية خطيرة وخطيرة جدا وهذه الآيات بحاجة إلى وقفة طويلة لكن المقام لا يسمح بذلك وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أذهب بكم إلى الآية الثانية والعشرين بعد البسملة من سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر في يوم القيامة الكبرى انتبهوا لهذه الآية المهمة والخطيرة في الوقت نفسه وقال الشيطان لما قضي الأمر يخاطب الذين اتبعوه والذين طبقوا برنامجه في صناعة الفرد الحمار أتحدث عن البشر الحمار عن البشر الحمير وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق هذا هو برنامج صناعه الفرد الانسان ووعدتكم فاخلفتكم هذا هو برنامج صناعه الفرد الحمار وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل هذا هو الشرك الذي تحدثت عنه الآيات المتقدمة من سورة يوسف إن الظالمين لهم عذاب أليم تدبروا في هذه الايه طويلا بودي ان اقف في فنائها لساعه او ساعتين كي احدثكم عن اسرارها ومضامينها لكنني لا املك وقتا لذلك ساعيد قراءه الايه عليكم وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق برنامج صناعه الفرد الانسان ووعدتكم فاخلفتكم هذا هو برنامج صناعه الفرد الحمار الى بقيه تفاصيل الايه ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني يا أيها الحمير فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ومن سورة إبراهيم إلى سورة البقرة إلى الآية الخامسة والستين بعد المئة بعد البسملة وما بعدها ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله هذه ملامح برنامج صناعه الفرد الحمار ومن هنا فان مراجع النجا الخوئي على سبيل المثال السيستاني على سبيل المثال وهكذا البقيه يصدرون فتاواهم في انهم لا يشترطون في مرجع التقليد ان يكون شديد الحب لمحمد وال محمد او ممن له ثبات تام في امرهم عودوا الى كتاب التنقيح للسيد الخوي وعودوا الى كتاب التقليد والاجتهاد للسيد السيستاني عودوا الى كتبهم كي تقرأوا هذا المضمون وكذلك البقيه لا يشترطون في مرجع التقليد ان يكون شديد الحب لمحمد وال محمد او ممن له ثبات تام في امرهم من اوضح ملامح برنامج صناعه الفرد الحمار عبر رجل الدين الحمار ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله هذا ملمح من ملامح برنامج صناعه الفرد الانسان عبر رجل الدين الانسان ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله تستمر الايات تحدثنا عن برنامج صناعه الفرد الحمار وما يقول اليه امر هؤلاء الحمير ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب في يوم القيامة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ولكنهم لن يمنحوا هذه الفرصة وتبقى حسرة في قلوبهم ونفوسهم جزءا من عذابهم إذ تبرأ الذين اتبعوا رجل الدين الحمار سيتبرأ من الحمير الذين كان يركب عليهم وكان يقول لهم ديخ، مثلما تقول الوثيقة الدخية الكمالية المباركة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا الديخيون لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم من رجل الدين الحمار الذي كان يركب على ظهورهم لكنهم لن يمنحوا هذه الفرصه وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره يتمنون هذا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أعوذ بجلال وجه الحجة ابن الحسن من كل هذا في الدنيا وعند الموت وما بعد الموت وفي الرجعة إن كنت من أهل الرجعة وفي مواقف يوم القيامة. أعوذ بجلال وجهك يا بقية الله. صلوات الله عليك. نذهب إلى فاصل. عن بكر بن محمد الأزدي عن امامنا الصادق صلوات الله عليه خروج الثلاثه الخراساني والسفياني واليماني في سنه واحده في شهر واحد في يوم واحد وليس فيها رايه باهدى من رايه اليماني يهدي الى الحق عن جابر الجعفي قال قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة وفي الايه الحاديه والثلاثين بعد البسمله من سوره سبا وما ياتي بعدها ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعضنا القول يعودون الى مراجعهم ولو ترى اذ الظالمون الظالمون هذا العنوان في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم الذي بايعنا عليه في بيعه الغدير لا شان لي بتفاسير سقيفه بني ساعده ولا شان لي بتفاسير سقيفه بني نجف بني طوسي ألا لعنة على تفاسيرهم من أولها إلى آخرها بحسب تفسير محمد وآل محمد الظالمون هم الذين نتحدث عنهم في زيارة عاشوراء اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له على ذلك الظالمون هم ظالمو محمد وال محمد ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا هؤلاء الدخيون الأتباع من أتباع سقيفة بني ساعدة من أتباع سقيفة بني نجف يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين نحن كنا نقدسكم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا الكفر بالله هو الكفر ببيعة الغدير. إنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة: خذوا كل دينكم منها من تلك الآية. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة وماذا تفعل الندامة حينئذ ولهت حين من دام وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا كفروا ببيعة الغدير هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ هذه الآيات تدبروا فيها. من جملة ما أخذ علينا في بيعة الغدير أن نقرأ القرآن وأن نتدبر فيه وأن نتدبر فيه وفقا لتفسير علي وآل علي صلوات الله عليه تدبروا في الآيات أنصتوا بقلوبكم وعقولكم لما يقول القرآن ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ظالم الحجة ابن الحسن ما هو المصداق الأول للظالمين في زماننا؟ إنهم ظالموا الحجة ابن الحسن إنهم مراجع النجف وكربلاء الذين يكذبون على صاحب الزمان من أنهم نوابه وهم لا يفقهون شيئا من دينه ولا يعرفون شيئا من عقيدته وكل هذا قد أثبته لكم بالوثائق والحقائق والدقائق في مئات ومئات من الساعات ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الديخيون للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين انتم تستحقون هذا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسروا الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون من سورة سبأ إلى سورة الحجر لا زلت أقرأ عليكم الايات التي ارسم من خلالها صوره اجماليه لبرنامج صناعه الفرد الحمار فهذه الايات تتحدث عن جهات عن حيثيات من اتجاهات مختلفه لهذا البرنامج في الايه التاسعه والثلاثين بعد البسمله من سوره الحجر وما بعدها قال ربي من الذي قال ابليس في سياق قصه ابليس وانا لا اجد وقتا كي اقرا كل الايات سأذهب إلى موطن الحاجة فقط وبإيجاز قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين اشاره الى برنامج صناعه الفرد الحمار انهم حمير ابليس عبر رجل الدين الحمار الذي هو حمار من حمير ابليس يعينه اماما على الحمير الصغار من صغار البشر الحمير هذه القطعان الابليسيه السقيفيه التي يحكمها ويهيمن عليها ويسيطر عليها العقل السقيفي إنه العقل السقيفي المزدوج ما بين سقيفة بني ساعده وسقيفة بني طوسي. قال قال إبليس قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، الاشارة هنا إلى برنامج صناعة الفرد الإنسان عبر رجل الدين الإنسان. وقت الحلقة صار طويلا انتهى وقت الحلقة ولم أتمكن من إكمال حديثي بقيه الايات التي ساشكل بمجموعها الصوره الثانيه انها صوره لبرنامج صناعه الفرد الحمار عبر رجل الدين الحمار سيتواصل كلامي غدا ان شاء الله تعالى اتماما لهذه الحلقه اسالكم الدعاء جميعا في امان الله